كنت متبع قناة شوف تي في فهد المبشر من مدينة سنة بالضبط حسام إضافي. حنا كنتواجدو عند واحد الأسرة اللي كتعيش في هذا المكان، يعني كراج، يعني كارينو ب26 ألف ريال. كما كتلاحظ الأسرة كتقطن في هذا الكراج، عندهم جوج وليدات كما كنعرفو. هذا هنا فين تيخدم، هنا فين تيسكن السيد، وتشوفوا الحالة كي دايرة، حالة يرجى لها. يعني كما كتلاحظوا متابعي قناة شوف تي في فهد المبشر، هادو هما الناس اللي خصنا نعاونو ونساعدوهم، يعني الناس يعني لا حول ولا قوة الا بالله. كاين هاد الكارج ب1300 درهم، هو اصلا تيخدم فيه، كيقشاش فيه في نفس الوقت ساكن فيه، وقعت مع الكوفيد وطبيعة الحال، وكاين البوطة الصغيرة هنايا، عرفتي مع الكوفيد، يعني السيد مخدامش، معندوش باش يخلص الكرا، السيد كيتخلص تيسالي 6 شهور، بقى كيعطيها ليه بشوية بشوية، من بعد ولاد دابا 3 شهور كيسالو، ولكن المشكل والخطير هو الناس كينعسو في الخطر، لأن كاينة بوطة صغيرة، والكراج ملي كيتسد مكيبقاش واحد، يعني مكتبقاش شي نافذة اللي يتنفسو منها. عندو الدراري الصغار، يعني ملي كتكون انت سدلت بكراج، يعني ما كتلقاش شي بلاصه اللي تنفس بها، هذا هو الاخطر، هذا هو الاخطر. وهنا بغينا يعني جاهدا متبع قناه شوف تي في، بغينا اللي كيشوف هذا اللايف واللي كيشوف هاد الناس وهاد الاسره فين عايشه، بغيناهم يعاونوهم باش ما قسم الله، يعني حنا خاصنا نساعدو الناس، يعني حنا كمغاربه او داخل الوطن او خارج ارض الوطن، نعاونو هاد الاسرة ولو بواحد المبلغ، يعني اللي قدرتو تعطي. عاودي لنا المأساة اللي كتعيشي والظروف الصعيبة. كتشوف كلشي، عاد الوليدات، لا طواليط لا حمام لا شنو، زعما فين عايشة مكرفصة بزاف. الله يرحم لكم الوالدين، ما عنديش ما كاين شي حاجه والو، والناس كيجيبوا لي رمضان، الناس ناس مكرفصه بزاف، جابوا لي الناس فطور عاونوني، نخلف عليهم وقفوا معايا. دابا ما كاين لا خدمه لا والو، الراجل لا خدام لا قد الحال، جوج وليدات مكرفصه بزاف، بوطا هادي الصغيره لا طواليط لا كوزينه لا حتى شي حاجه، هادشي اللي صافي. انا كنخدم عمري، شنو كنطلبي من الناس؟ يعني كنطلب الناس يعاونوا، انتم عايشين في هذا الكراج وعندكم يعني كاين البوطه، يعني ملي كت ولدي ايوا. المهم الحاله راكم شفتوها ولادي، لا قسم الله راكم شفتوها، ولي دار الله هي اللي كاينه، حنا ما اللي عاوننا بشي حاجه الله يجازيه بخير، عاوننا في المهم. لا راه عندي عندك، يعني الظروف اللي كتعيش فيها، الظروف مع الدراري دابا ما كاينش يتحرك، ما كاين فين خدام، حتى الخدمه كاع عصبنا دابا على الخدمه، دابا كتجي الخدمه ما كتخدمش كاع، يعني كاين لا خدمه لا والو، الدراري مدرسه ما لا والو، حتى الخدمه كاع اللي جات ما كاينش كيفاش تجي، هذاك فين تحرك. والصداعات والدراري دابا ما عندناش كيفاش نديرو مع الشانطي هنايا، ومع تيسع ما كاينش، الحاله ما كاينش فين ندور بنادم، ما 3 متر ولا شنو هي، ما داير شحال باقا 3 شهور، 3 شهور خاص الناس يساعدو، والماء والضوء هو شي 28 درهم 28 درهم لا اله الا الله، صور صور الحاله. هلا
تشاهدوا متابعي قناه شوف تي في المباشر، يعني كيف كنلاحظوا يعني صعيب تعيش في هذا المكان لان البيت صغير وكيهز واحد اربعة ديال النفوس، وتخيل بان اربعة النفوس كتسد عليهم الكراج، يعني ما عندهم لا طواليط ما عندهم حتى شي حاجه، عندهم الله سبحانه وتعالى. يعني هاد الناس هادو كيعيشوا هاد المعاناة، اللي كنعرفوا هاد المعاناة اللي كيعيشوا هاد الناس، يعني شوف فين تيباتوا، يعني من الصعب يعني تشوف هاد الناس تيباتوا في هاد الوقت. يعني كيما كتلاحظوا متابع قناة شوف تي في فهاد المباشر، هذا هو الكراج اللي كتعيش فيه هاد الأسرة اللي عندهم جوج أبناء وغالبهم الزمان وما عندهمش باش يخلصوا الكرا وكيسالوا من الضو. كنتمنى يعني من الناس اللي كيشوفوا هاد المباشر هادو يحاولوا يمدوا يد، يعني يعاونوا هاد الناس هادو لانهم محتاجين يد العالم ديالكم. لاحظوا يعني هادشي زعما غريب، يعني صعيب باش نشوفوا نجيو عند المرأة عاوتاني راه عندها ما تقول كل حاجة هضرة هضرة مزيان. الله يرحم لكم الوالد الكلب، بات جيعانه ما عندي ما ناكل، ما ولنا ولادي كارثه بزاف. كان الليل كامل كنطلج الطوبه كيدخلوا لينا للكراج هنايا، ما نجيو ليا من الزنقه ما عادش نسد عليه، ما عضوا لي الدري مرتين وكيعضوا لي مرتين، وانا كنعدي بسمي طار كاين كيقول لي ما انا ما نسوقوش ليه شكون يعضوا الطوبه شكون جا كيدخل لي هنايا وجيعانه لي الدراري وما كاين ما ناكل ما عندي والو. كنطلب محسنين يعاونونا عاونوني الله يسهل عليهم. هو الشيء اللي نقول لك هو هذا خويا شي سكينه فين كتنعسوا غير هنا؟ كنعس انا هنا والدراري هنايا، ما كاين لا طوالات ما كاين عادي لا كوزينه لا حتى شي حاجه، ما عندي والو ها مكربسين بزاف وصافي. كاينه هاد 300 وحنا عايشين فيهم ها حتى كتشوف الحال ها هادشي شتو لازم معاك الله يعاوننا. الوالدين تماما في حالهم قلنا على العائلة ديالكم، واش كيجيو عندكم العائلة؟ واش الناس كيسولوا فيكم؟ بابا العائلة فين غادي تساعدنا هنا في الكارات؟ يعني ما كيسولوش فيكم ما تيعاونوكمش شي ناس يعني اللي من العائلة ديالكم؟ لا ما كاينش العائلة، راه يلاه بحال البحر باغا تجرر راسها شكون اللي يعاون اللي في قلبه الحنان وصافي راه هو اللي غيعاونكم، واللي ما فيش قلبه الحنان راه هو يجي يحسك لك رجلك العباد اللي يحسك راه يحسك. دابا الخدمه واقفه ما كاين لا خدمه لا والو. واش كتشوف دابا القاعده واقفه الدراري ما عندهم السكنه فين غي هما جايين حتى يكبروا دابا طبيعي الحال. دابا ولاو حتى الدراري، دابا الدري كنصيفط للمدرسه يقول لي لا بابا ما نمشيش المدرسه، كيقولوا لي الدراري حتى ساكنه في الكار كيبقى يبكي لي انا هنايا صافي شكون عندي يبيع انا دابا حتى الديور هما شويه دابا الديور كرا دابا لا بغيت كرا البيت هنا ب 30000 هذاك الشيء اللي كاين يمكن لك تشكري نتا دار وتشكري كراج ما يمكنش. حتى حنا كرينا الدار والكراج ولكن ما قديناش ورجعنا ما غاتقدش طبيعي الحال صعيبة. دابا الشهر يبقى على 200000 بالكرا والماكلة وما بقاش البركة الله يحفظ السلام. الشانطي كيخرج بها الدراري الشانطي والطوموبيل بنا دايزين. الناس دابا راه كيدوزو بنا كاين اللي كيضحك كاين اللي كيتشفى فينا والله. لا اله الا الله.